الإخوان، السلام عليكم. كما شفتوا في العنوان، جبت لكم واحد الطريقة اللي غادي تفيدكم وتفيدكم بزاف. الأغلبية ديال الناس كيخدموا الكولا كيبغيو يلصقوا بها شي حاجة بحال هنايا، كتصدق لصقتي بها بحال هكا وما كتشدلكش. كيما كتلصق بياس بحال هكا كما كتشوفوا معنا، كيولي يفلت ولا ما كيجيش شات الصح مزيان. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقه اللي كنخدم بها وزوينه وزوينه بزاف. كنخدم بها في الا كانت الماكينه ديال الصابون كتقطر فيها شي هرسه ولا شي حاجه كنلصقها، يمكن لك تلصق بها بزاف ديال الاشياء، شي كاريناج بحال هكا مهرس، يمكن لك تلصق بها الاحذيه، بزاف ديال الامور. وكل تخليطه اللي كتزيدها مع الكولا كتخدم حاجه، بحال مثلا الا بغيتي تلصق بها مثلا الاحذيه كتزيد معها ديك الفلتر ديال السيجاره. هذيك مهم حاجه بوحدها. حنا اليوم ان شاء الله نهضروا على الكولا زائد الدائق، الطحين اللي كنسميوه حنا الطحين العادي كما كتشوفوا معنا. هذا عندي الطحين هنا والكولا، وغادي نحاولوا نلصقوا هديه ونشوفوها كيفاش غادي دير وكيفاش غادي تشد، كيفاش غادي دير مزيان. بالنسبه كاين اللي كيخدم الكولا وبغيتي تلصق بها الحديد، كاين اللي كيزيد بها كيزيد معها الالومنيوم مطحون، اللي راه كيعرفوها غير الحريفيه اللي كيلصقوا كيخدموا التلالاج وكيخدموا الامور بحال هكا، الكليماتيزورات ولا حس كل حاجه كتزيدها معها كتخدم الدور ديالها. المهم حنا ان شاء الله نهضروا على الطحين. المهم خليكم معنا ونشوفوا كيفاش غادي نديرون هاد البياس هادي، والصاغ غادي تجي صحيحه كما كتشوفوا معنا الاخوان. هنا الطريقه ديال الخدمه كيفاش كدير، كدير الكولا هي الاولى، كديرها في البلاصه ديال الهرس وكدير عليها شويه ديال الطحين، كتخليها هكا حتى كتشرب، عاوتاني كتولي تزيد الكولا وتزيد الطحين، كتصبغ الكولا هي الاولى وكدير عليها الطحين باش ديك الكولا كتشرب، وكدير لنا بحال واحد كتولي قطعه قصعه. انا نوريكم كيفاش غادي ندير ليها. كما كتشوفوا معايا هنا، راه من بعد ما درت الكولا درت عليها الدقيق كما كتشوفوا معايا هنا، وغادي نزيد عليه الكولا، كتجي صحيحه وصحيحه بزاف. شوفوا معايا هنا نتوما كتشرب وكتولي مزيانه، انت كتولي واحد الطبقه سميكه وصعيب باش تهرس. بالنسبه للاخوان هذه الطريقه راه ماشي يمكن لك تصايب بها مثلا غير شي حاجه بسيطه، راه علاش عطيتكم انا هذه الفكره وصورتها؟ راه كنصايب بها شي حاجات اللي صعابين بزاف، اللي صعيب باش تشدو من الكولا. كما كتشوفوا معايا هنا هذا الطوندوز سرس فيها واحد الفران اللي كيشد الموس، هو صعيب صعيب بزاف باش يبلش يلصق. كما كتشوفوا معايا هنا راه صعيب بزاف. علاش كنقول لكم بان الطريقه هذه راه كنخدم بها شحال هذه وزوينه وزوينه بزاف. كنخدم بها المخن ديال التصبان اللي فيه التسرب ديال الماء، كنخدم بهم الكاريناج ديال شي جهاز مثلا بحال الراديو ولا شي حاجه تهرس وصعيب باش تشد الكولا، كنخدم بها. المهم بزاف بزاف ديال الانواع، الطريقه راه زوينه وكتجي صحيحه وصحيحه بزاف وفعاليه، وغادي تشكروني عليها بزاف. المهم جربوها وغادي تشكروني عليها. اخوان هادشي هذا المهم اللي عندنا في هذا الفيديو، المهم بغيت نبارطاجي معكم هاد الطريقه ديالي، وشكرا بزاف على المشاهده، وما تبخلوش علينا بجي مدري.